يبقى احنا بنشرح دلوقتي على الفيرتشوال لاب اهوت. لو انا عندي دلوقتي عايز اعمل ديترمينيشن للنيجاتيف تشارجز او لدايركشن الكرنت، فانا شايف دلوقتي الكرنت موف فروم او الالكترونز موفز فروم نيجاتيف تيرمينال اوف ذا باتري تو ذا بوزيتيف تيرمينال، ده اسميه الكترونز دايركشن او اور ريال دايركشن. طب انا عايز اشرح بالطريقه الثانيه بالكونفنشنال دايركشن او بالبوزيتيف تشارجز. هبص هقوم جاي لهون وضابط كده، يقوم يديك البوزيتيف تشارجز موفز فروم بوزيتيف تيرمينال تو ذا ايه؟ ها؟ نيجاتيف تيرمينال. بوزيتيف تيرمينال للنيجاتيف ايه؟ للنيجاتيف تيرمينال. وانا اقدر اشرح في الفيرتشوال لاب بالكونفنشنال دايركشن وبالالكترون دايركشن. طب انا عايز الفاليوز بتاعه الباتري واللامب او اي حاجه تبقى موجوده تنكتب عليها، اضغط على الفاليوز بس كده تقوم تظهر معايا دلوقتي الفاليوز بتاعتنا اللي هي 9 فولت، وهنا طبعا 10 فولت، ويبقى كده في واضح ان في 1 فولت كونسيوم في ده اوه ماشي. طيب لو انا عايز اخليها بالسيمبلز يا اولاد بضغط نهار كده ثواني. لا ده بالاسنان، نروح نخليها بالسيمبلز بضغط تحت نهار تظهر معايا بالسيمبلز بقى. ده شكل الايه اللامب اللي عندنا اهيت، وده شكل البتري بيكون بالشكل ده. طب انا عايز اعمل الميجرنج ديفايسز، عايز ادخلها هنا عشان تعمل ميجر معايا، فبقوم جايب ادي مثلا اميتر يوز تو ميجر از ديفايس يوز تو ميجر ايه الكتريك كارنت ثواني. يبقى الاميتر از ا ديفايس از يوز تو ميجر الكتريك كارنت. هو ده شغال الناس اخدت بالها اهو، نعمله بالشكل ده كده. يبقى انا دلوقتي يعني كام الفاليو هنا بقى 0.9 امبير. طب انا عايز الفولتاميتر اهو، بنطلع الفولتاميتر ونعمل ميجر براكتيكال زي ما انا شايف اهو ده شغال ودي 9 فولت. لا لو دي السيركت اللي انا عايز اعملها فورميشن، عايز ارجع لها للشيب الاوريجنال بتاعها اهو، بترجع للشيب مره ثانيه. طيب هنشيل السيركت دي كده، لو عايز اعمل فورم سيركت تانية تقريبا من حاجة تانية في المنهج، فتقليل اهو واحدة واحدة ثواني. في حد عنده الأول أي استفسار أو سؤال يا شباب؟ عندنا أي سؤال أو استفسار تمام. الأول؟ أهو نرجع بقى الجهاز بتاعنا بقى هنا. تعالى بقى مثلا لو انا عايز ريزيستور اهو، ادي الريزيستور الاولاني. طب نخليها بالليبلز مثلا، ادي شكل الريزيستور، عايز اعمل لهم كونكشن انفرتر كونكشن مثلا، فبعملهم بالشكل ده اهو، وبجيب مثلا الواير اهو وبجيب واير كمان كده، انا عملت لهم كونكشن في بره الكونكشن، وبعدين اجيب البتري بتاعتنا اهو واحطها هنا ونجيب واير كده. لو انا بشرح حاجه اسمها الدرايف كونكشن اهو، طب عايز اشوف الفولتج بيحصل له ايه، باخد ده اهوت مثلا احطه هنا عند هذا الجهاز ده هنا اهو، وباخد هنا اهو. خلي بالك هو لسه ما عملش اي ميجر لاي فاليو، ونيجي نحط هنا كده اهو، ها لسه ما حطهوش اهو، اداك 9 فولت. طب لو نزلت تحت هل هيختلف؟ نشوف كده لو نزلت تحت هنا كده اهو لسه القراش يبقى دي مش انكلود معانا ثواني. انت هنا بقى كده نرجع للصبح تاني، نرجع كده تمام، ونوصل دي ونوصلها كده ونرجع تاني هو، ونجيب ورق تاني ونوصل النقطة دي للنقطة دي عشان يبقى الريزيستور اللي في النص كونكتد معايا اهو ده شغال، ونبدأ نوصل بقى مرة تانية فنجيب ميجر ل 9 فولت. هنبدأ نستنتج ايه بقى يا شباب؟ الكونكلوجن بتاعنا هنا ان البارل كونكشن ان الفولتج بيكون كونستانت في الميني ريزيستور كونكتد ان بارل ايه كونكشن. يعني انت بتشوف فيرتشوال لاب قدام ان البارل بتشرح نظري، انت بتشوف كل حاجة ايه كل حاجة قدامك، واضحة الفكرة يا شباب؟ لو عايزين ندخل حاجة اسمها واير ريزيستيفيتي انترنال ريزيستور فور باتري بندخلها من هنا، وبالتالي بيحصل تشينج في الفاليو، ونبدأ نعمل ميجر مرة تانية فنشوف الفاليو هيختلف ولا لا. فنبقى سيميلر
طب ايه بقى حكايه الباتري ريزيستنس وبتاع؟ دي بقى كونسيبتس ثانيه هتظهر معانا في الايه؟ هتظهر معانا في السيشن واحنا شغالين. طيب هنرجع مره ثانيه للبرزنتيشن كده عشان انا عايزين نوضحها، بس طبعا اعتقد هي لسه ما ظهرتش معاك، فهنعمل ستوب شير ونظهرها مره ايه؟ مره ثانيه. تمام اهي. طيب بالنسبه للبرزنتيشن اللي معانا، ثواني ظهرت معانا ده يا شباب؟ يا مستر طيب هنشوفها. دلوقتي اختفت. لا، قفلتها علشان تتأكد بس إنها هتظهر معاك. ثواني. أيوه ظهرت معاك كده خلاص. طيب دلوقتي بقى، دلوقتي عايزين بقى نشوف إن إحنا فهمنا إن إحنا العدد ده ولا لأ. طبعا عادي ده كده. أيوه تعالى بقى نخش على الاكسرسايز ده. بيقول لي كالكوليت ذا الكتريك كارنت ان دونستي ذات باسز ان كوندكتور. طبعا انت ما اخدتش القانون فاحنا مش هنقف في الحته دي، لكن تعالى مثلا ليه سؤال زي ده: which of the following electric circuit shows the conventional direction of current one؟ فين يلا تقدر تعمل لي؟ طبعا انت اخدت حاجه بسيطه كده على الكونفنشنال دايركشن، فانت تقدر تقولي يلا فين الكونفنشنال دايركشن فروم سيركتس A تو B علشان يبقى هو ده الرايت سوليوشن. حاولي كده تجيبي لي الخيار. هو الاي دي مش عارفاها، بس اللي اعرفه الاي ان هي تطلع من النيجاتيف تروح للبوزيتيف. طيب تعالي نجرب كده سوا. الاي هتطلع من النيجاتيف في البوزيتيف، ويبقى من الاي من النيجاتيف للبوزيتيف يبقى هنا صح. دي رايحة للنيجاتيف يبقى كده غلط. تمام صح كده. اه دي كده صح. ايوه الاي هي الكونفنشنال دايركشن بتاع البوزيتيف تشارج، اللي تطلع من البوزيتيف للنيجاتيف. ما دام احنا قلنا زيرو، تعال نشوف بقى. المفروض ان الار تطلع كده، هل هو عاملها كده؟ لا زيرو على الار تطلع كده، هل هو عاملها كده؟ يبقى هي دي الدي هي الرايت، هي الرايت انسر. قول هذه الفكره. يعني مستر كده الاي عكس الاي صح؟ عكس الاي. اه الظاهر انها عكس الاي، لكن في حقيقه الامر هما الاثنين في السين دايركت. تمام. عندك أي سؤال أو استفسار عن أي حاجة؟ لا تمام. طيب ده كان بس حاجة توضيحي كده الدنيا هتمشي إزاي ومنين ما نبدأ السيشنز بقى. خلاص إحنا هنبدأ ناخد الأول الحاجات اللي هي البيزكس أو الأساسيات علشان نبدأ نفهم الموضوع كويس إن شاء الله. تمام كده؟ عندك أي استفسار أو سؤال؟ لا تمام يا مستر. مع السلامة.